السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم في مادة الرياضيات المستوى الثاني صفحة 37. إذا لدينا الحصة الثالثة. خامسا، استعمل المستقيم العددي وجدول العد وأحسب مجموع 18 و15. إذا لدينا هنا جدول العد، نستعمل حساب الجمع. 8 زائد 5 تساوي 13، نضع 3 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 1 2 و1 الاحتفاظ 3، إذا نكتب 3. إذا في العملية الثانية، 8 زائد 5 13، نضع الوحدات والعشرات نحتفظ بها مع العشرات. إذا 1 زائد 1 2 و1 عشرات 3. إذا 8 زائد 5 13، نضع 3 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 1 2 و1 احتفاظ 3. التمرين السادس، في المرعى 265 رأس غنم وفي الحظيرة 152 رأس غنم، ما مجموع رؤوس الأغنام في المرعى وفي الحظيرة معا؟ إذا نستعمل عملية الجمع. إذا 265 زائد 152. 5 زائد 2 7، 6 زائد 5 11، نضع 1 ونحتفظ بواحد. 2 زائد 1 3، 1 الاحتفاظ 4. إذا لدينا هنا أجمع 10 عشرات وأكون صفيحة أو 100 أضيفها إلى 3 صفائح. أجمع الوحدات في البداية ثم نضيف الاحتفاظ. لدينا هنا العملية، 2 زائد 5 7، 5 زائد 6 11، نضع 1 ونحتفظ بواحد. 2 زائد 1 3 والاحتفاظ 4. إذا 2 زائد 5 7، 5 زائد 6 11، نضع 1 ونحتفظ مع 1 مع المئات. 2 زائد 1 3 والاحتفاظ 4.